لا يكتمل زفاف دون عناصر كثيرة. حسين ونورة يعملان كمنظمين لحفلات الخطوبة والزفاف. نورة الميمني منظمة حفلات. بدينا بداية بسيطة، نرتب توزيعات والهدايا بالبيت. بمناسبات العائلة صرنا نوزع هالهدايا، وشفنا منهم إقبال من العائلة نفسها وتحفيز، وقررنا أن نعرض هالموهبة اللي عندنا للناس. حسين الميمني منظم حفلات، فنحن يمكننا بادين بداية البسيطة، فقلنا نحن نتوجه توجه شوية مختلف عن باقي التوجهات اللي هو ينظموا الأعراس اللي هي في أماكن الداخلية، فنحن طلعنا الأماكن الخارجية شوية، فقلنا نبتكر شيء أو نصمم بطريقة مبتكرة شوية، أو يعني كان يصير في الحفلات. في كل مجال في تحديات وصعوبات. التحدي الكبير اللي واجهناه أنا وحسين لما رتبنا ليلة زفافنا، بدينا الترتيب. أذكر أننا بدينا من أول الصباح من الساعة 5، كنا صاحين ورايحين لمكان الموقع العمل، وبدينا نباشر العمل وخلصنا على وقت المغرب في حدود الساعة 6-7، وطبعا مساعدة الأهل. يستوجب علينا أن نحن نروح للموقع ونشوفه وندرس المكان، نشوف الكستمر أو الزبون وش يحتاج بالضبط. هل أنه يحتاج مثلاً مساحات كبيرة؟ أحياناً يريد شيء كبير، يعني يأخذ مساحات كبيرة وعنده المكان صغير، فنحن نعطيه خيارات ثانية. أحب العمل اللي أنا أشتغل فيه، أحب لما أرتب الوردة أو الفازة نفسها حبة حبة أغرس فيها الورد. أحب اللي هو أعمال الديكور نفسها أرسمها في بالي، من بعدها أحب النتيجة النهائية اللي تطلع فيها الصورة. إلى القليل لإتمام الزينة.